الحديث عن الحراك الاجتماعي الذي دأبته المملكة العربية السعودية، هذا الحراك الاجتماعي يصاحبه حراك على المستوى السياسي والاقتصادي أيضا. كل من يحاول أن يقتص من مكانة المملكة العربية السعودية، كل من يحاول أن يقتص من ثقل ووزن المملكة العربية السعودية، إليكم بعض الأسرار أو بعض الأخبار المبهجة. المملكة العربية السعودية ولله الحمد أعلنت الثلاثاء الماضي عن مذكرة تفاهم لإنشاء خطة الطاقة الشمسية 2030. هذه الخطة تعتبر الأكبر في العالم في هذا المجال. ليش؟ لأن مذكرة التفاهم تم توقيعها بالتعاون مع صندوق رؤية سوفت بانك، وتوقيع المذكرة لخطة الطاقة الشمسية 2030 تم بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وبين رئيس مجلس إدارة سوفت بانك ماسايوشي سون، وتم هذا خلال زيارة الأمير السعودي للولايات المتحدة. وفقا لسون فإن حجم المشروع النهائي يبلغ 200 مليار دولار بحلول عام 2030، بمعنى ذلك بحلول رؤية المملكة 2030، بينما حدد الاستثمار الأولي بمبلغ 5 مليارات دولار، من بينها 1 مليار دولار ممول من صندوق سوفت بانك، والمبلغ المتبقي من قروض ستدفع من الإيرادات الناتجة عن بيع الكهرباء من مشروع الطاقة الشمسية الضخم بإذن الله. عن هذا الحراك الاقتصادي الذي سيثري إن شاء الله المملكة العربية السعودية وسيعطيها وزنا وثقلا أكبر على الصعيد الدولي، معنا من جدة فواز العالمي الخبير الاقتصادي وخبير التجارة الدولية. أستاذ فواز، شكرا لوجودك معنا في MBC في أسبوع. يعني عن هذا الموضوع، هل نستطيع أن نجزم بأن الطاقة الشمسية، نستطيع القول عنها هي نفط السعودية الجديد؟ نعم، أولا مساء الخير وشكرا على استضافتي. في رؤية المملكة 2030 كان واحد من أهم أهدافها تقليص اعتماد المملكة على النفط كدخل وحيد لميزانية الدولة، ولكن هذا لا يعني أننا نتخلى عن النفط بشكل كبير أو ننسى أن لدينا مخزون من أكبر المخازين العالمية في النفط، المخزونات العالمية في النفط، ولكن علينا ترشيد استهلاك الطاقة في المملكة أيضا، لأن المملكة تستخدم حوالي 4 مليون برميل يوميا في توليد الكهرباء وتحلية المياه المالحة والتصنيع وغيره. يجب علينا أن نحول هذا النفط من استخدامه واستهلاكه داخليا وأيضا تسويقه خارجيا بأسعار منخفضة إلى صناعات بتروكيماوية. ولذلك جاءت الطاقة الشمسية، لأن المملكة تحتوي على مقومات لهذه الطاقة. أولا، هي من أفضل الدول في استقطاب الطاقة الشمسية عالميا، لديها التوسع والجغرافي التي تستطيع به أن تضع ألواح الطاقة الشمسية بشكل كبير جدا. ثالثا، لديها الرمال البيضاء في شمال المملكة وشرق المملكة التي تستخدم في صناعة السيليكا، والسيليكا هو المادة الأساسية لتصنيع شرائح الطاقة الشمسية التي تستقطب هذه الطاقة وتحولها إلى كهرباء. وبالتالي كان من المهم جدا أن تكون المملكة أيضا سباقة في هذه الأنواع من الطاقة، وهي الطاقة الشمسية. إذا جئنا إلى ما ذكرتم في التقرير، نعم صحيح أن المشروع سيكون 200 جيجاوات، وهذا يعادل نصف إنتاج الطاقة الشمسية العالمي حاليا ونصف إنتاج الطاقة النووية في العالم حاليا. وهذه 200 جيجاوات ستعطي الطاقة الكهربائية لحوالي 150 مليون منزل يسكنها لا يقل عن 700 مليون نسمة،
وهي 700 مليون نسمة، يعني ضعف عدد سكان العالم العربي، وبالتالي المملكة ستستخدم جزء من هذه الطاقة الشمسية وتصدر الباقي إلى دول الجوار وحتى إلى الدول الأوروبية. طيب هل الخطة أستاذ فواز، هل الخطة اللي كشف عنها تستهدف ضخ 200 مليار دولار في الطاقة الشمسية؟ هذه الخطة أنا أريد نقاشها من عدة محاور ولكن بالترتيب على أساس أحاول أعطي كل محور حقه بأهميتها. الآن الاكتفاء الذاتي والإنتاج اللي ممكن يكفي لتصدير الكهرباء إلى الخارج، هذا كيف ممكن ينعكس على الاقتصاد المحلي والدولي؟ نعم، سؤال جدا ممتاز. في الواقع على الاقتصاد المحلي، نتحدث على الاقتصاد المحلي أولا. كما ذكرت نحن نستخدم 4 مليون برميل يوميا اليوم، بزيادة قدرها سنوية مضطردة مقدارها 7% سنويا، أي في خلال 15 سنة من دحين سنستخدم جميع ما ننتجه من النفط في استهلاك المولدات الكهربائية وتحلية المياه المالحة في المملكة، ولن نستطيع أن نصدر أي برميل إلى الخارج. هذا معناه أن المملكة لن تستطيع أن تحصل على عوائد من تصدير النفط في الخارج، وأيضا ستبيع هذا النفط بأسعار قليلة جدا إلى شركات الكهرباء في الداخل ومحطات التحلية. عندما تأتي الطاقة الشمسية ستحل محل إنتاج الكهرباء والتحلية من النفط، لتعطي هذه المحطات الطاقة اللازمة لتوليد الكهرباء وإنتاج المياه، وبالتالي جميع براميل النفط الأخرى ستذهب إما إلى التصدير أو إلى إنتاج المواد البتروكيماوية والتصنيع والمعادن وغيرها في المملكة. فالاقتصاد المحلي سيكون أكبر قدرة على استيعاب الأموال الناتجة عن هذا التخفيض في استهلاك براميل النفط في داخل المملكة، ومن الممكن أن تصل هذه الأرقام إلى حوالي 150 مليار دولار سنويا تذهب إلى خزينة الدولة بدلا من أن تذهب في إنتاج الكهرباء والمياه، لأن الكهرباء والمياه ستنتج من خلال الطاقة الشمسية. من الناحية الاقتصادية العالمية تسعى المملكة أن تكون أيضا سباقة في إنتاج الطاقة الشمسية وتوليدها وتصديرها إلى دول الخارج. لماذا؟ لأن المملكة لا تحتاج إلى أكثر من 60 جيجاوات، وبالتالي سيكون هنالك 140 جيجاوات تستطيع المملكة تصديرها إلى الخارج والحصول على المبالغ والعوائد، وبالتالي تخفيض تخفيض اعتماد المملكة على النفط كسلعة وحيدة للدخل. طيب أستاذ فواز، الآن الغالبية قد يستوعب مسألة الطاقة الشمسية لكن لا يعرف ماهية التكنيك، كيف يمكن عمل الطاقة الشمسية، كيف يمكن تدويرها، كيف يمكن بيعها، كيف يمكن استهلاكها؟ نعم، الطاقة الشمسية هي عبارة عن طاقة تأتي من الشمس، من أشعة الشمس، وتستقطب من خلال هذه اللي يسموها الويفرز، هي المسطحات المصنوعة من السيليكا، وتحول إلى كهرباء. هذه المسطحات عندما تحصل على الطاقة الشمسية يكون فيها الإلكترونيات التي تدخل في الذرات، وهذه الذرات تبدأ بالانتعاش وتتحول من مستوى معتدل إلى مستوى مرتفع، وبالتالي تستطيع أن تجذب هذه الطاقة بشكل أكبر، الطاقة الشمسية بشكل أكبر، وتحول هذه الإلكترونات بحركتها إلى طاقة كهربائية. طبعا هذه الطاقة الكهربائية هي كطاقة كهربائية منتجة من محطات توليد الطاقة العادية،
ولكنها في نهاية المطاف هي طاقة نظيفة لا تعتمد على مواد أولية سوى الطاقة الشمسية. وأيضا بما أن هذه الويفرز أو المسطحات التي تستقطب الطاقة الشمسية هي مصنعة من الرمال البيضاء وهي مادة السيليكا، فتستطيع أيضا أن تستحوذ على أكبر كمية من هذه الطاقة. ولا ننسى أن المملكة كانت في الماضي سباقة في مثل هذه المشاريع، ففي أوائل الثمانينات تم توقيع اتفاقية $100 مليون مع الولايات المتحدة الأمريكية، 50 مليون من المملكة و50 مليون من أمريكا لإنتاج الطاقة الشمسية للكهرباء في مدينتي الجبيلة والعيينة في القريبتين من الرياض. طيب أستاذ فواز، عندي بعض الأسئلة السريعة خاصة في موضوع السيليكا. كم تتوقع السيليكا الموجودة لدينا في الرمال البيضاء الممتدة على امتداد المملكة العربية السعودية؟ موجودة بشكل كبير، موجودة بملايين الأطنان، وخاصة أن المملكة أصرت في اتفاقياتها في منظمة التجارة العالمية مع الدول الأخرى ألا تسمح بتصدير هذه الرمال البيضاء إلى الدول الأخرى، ووافقت جميع الدول أن تبقى هذه الرمال البيضاء في المملكة. جيد. وبالتالي هنالك كمية هائلة من هذه الرمال. الحمد لله، الله يزيد ويبارك. أيضا السؤال الآخر، يعني من معرض حديثك قبل قليل ذكرت لي بعض الأرقام، ذكرت لي أنه المملكة تستخدم من الطاقة الشمسية حوالي 240 جيجاوات وستصدر أو ستبيع حوالي 160 جيجاوات. عفوا، ستستخدم المملكة حوالي 60 جيجاوات من الطاقة الشمسية، 60 وتصدر 140، وستصدر 140، يعني تستخدم حجم التصدير عندنا أعلى من استهلاكنا المحلي، صحيح؟ حجم التصدير سيكون أعلى بكثير، نعم، من الاستهلاك المحلي، تقريبا حوالي ضعفين وزيادة أضعاف. طيب الآن بالحديث عن هكذا أرقام، إذا قلنا 60 جيجاوات ستستخدمها المملكة وحوالي 140، يعني الضعفين وشيء، كم ستكون القيمة السوقية للطاقة الشمسية؟ ستنخفض بشكل كبير، لأن الطاقة الشمسية تعتمد على مقومين أساسيين: كمية الطاقة الآتية من الشمس، وقدرة الويفرز أو المسطحات من جذبها واستقطابها، وأيضا تعتمد على تكلفة إنتاج هذه المسطحات من السيليكا، وأيضا تعتمد على كفاءة إنتاجها للطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية. وبالتالي فإن العوائد بالنسبة للمملكة، أنا أتحدث عن بالنسبة للمملكة، ستكون كبيرة جدا، لأن لديها هذه المقومات الثلاثة. طيب آخر سؤال، وهي النقطة المهمة الآن في حديثنا عن التحول للطاقة الشمسية بالنسبة لتوجه المملكة العربية السعودية. الآن انعكاس مثل هكذا توجه يتماشى مع البرنامج الخاص ببرنامج التحول الوطني 2020، يتماشى أو يتماهى مع رؤية المملكة 2030، مدى انعكاس هذه الفائدة على المصانع، على التجار، على الأيدي العاملة، على دفع عجلة الاقتصاد والتنمية، على كل مناحي ومناشط الحياة؟ سؤال مرة جيد جدا. في الواقع لأن استخدامات الطاقة الشمسية ستؤثر بشكل إيجابي على المصانع، على الحياة، على فاتورة الكهرباء التي سيدفعها المواطن، لأننا لا ننسى أن المبلغ الذي ذكرتموه وهو $200 مليار لإنتاج 200 جيجاوات من الكهرباء، هذا المبلغ سيكون فقط لتجهيز هذه المنشآت لإنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية، ولكن التشغيل سيكون منخفض بشكل كبير جدا لسنوات عديدة قادمة، وبالتالي سيكون هنالك
تخفيض كبير جدا في فاتورة الكهرباء سواء للمصانع أو للمساكن أو لغيرها. أنا أشكرك طبعا ضيفنا من جدة الأستاذ فواز العلمي، الخبير الاقتصادي وخبير التجارة الدولية، شكرا لوجودك معنا في MBC في أسبوع.